السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوة عتيقة البسيطة وعالمها. اليوم جبت لكم تارت او سيترون، واحد لا تارت ماجيك، نتمنى تجربوها ان شاء الله. اكيد غادي تعجبكم لا في الشكل ولا في المذاق. هانتوما كتشوفوا راه تجي لك كريم مزوله بواحد الطريقه عجيبه. نتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر في لي كومونتير ديالكم. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا ان شاء الله عندنا مقادير ديال لا كريم ومقادير ديال العجينه. غنبداو اول حاجه بالمقادير ديال العجينه. غادي نحتاجوا باش نعجنوا لاباط ديالنا 3 الكيسان ديال دقيق الفورس، الماء حسب الخليط، غنحتاجوا معلقه سنيده وقبيصه الملحه، وعندنا هنا نص كاس ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في العجين ديالنا ان شاء الله. اذا غنبداو نعجنو. بسم الله، غناخدو الدقيق ديالنا، غنضيفو عليهم سنيده وقبصه الملح، ونضيفو عليهم الزبده، ونبقاو نخدموهم برؤوس الاصابع حتى يترمل لينا الدقيق كامل ودخل فيه هذيك الزبده. انتما كتشوفوا كنحاولوا نبسبسوه. ونسيت ما قلت لكم الزبده ديال العبار كتعطيها واحد المذاق رائع احسن من الزبده الاخرى. ها هو ولا على هذا الشكل. دابا غنضيفوا عليه الماء شوي بشوي حتى تجمع لينا العجينه وبلا ما ندلكوها. الماء بارد بطبيعه الحال. نزيدو شويه، وكي قلت لكم بلا ما ندلكوها نجمعوها. كانت المصافير دابا تجمعات. هيا كتشوفوا راه تجمعات. هذا هو الشكل ديالها. دابا غناخد الفيلم اليمونتيغ وندير العجين في وسطو. ونحطها في الثلاجة بعد ما وجدت لاكريم ديالنا. بالنسبة للمقادير ديال لاكريم، غنحتاجو ان شاء الله عندنا سدرة الحليب بارد، معلقة كبيرة ديال الزبدة ديال العبار، 5 المعالق كبار ديال دقيق الفورس، 5 المعالق كبار ديال سنيدة، 5 البيضات، واحد ساشية تاع فاني، وساشية الخمارة حمراء، وزاز ديال سيترون انا عندي في كونجلاتور، وعندنا معلقة كبيرة ديال مايزينا. غنحتاجو كذلك نص كاس ديال عصير الحامض، ونص كاس ديال الماء بارد. نبداو على بركة الله نوجدو لاكريم ديالنا. اول حاجة غنديرو، غناخدو البيض ونزلو الصفر على البياض. البيض غنحطو في هاد البول، والصفر غنديرو في الطراب الكهربائي حيت هو فاش غادي نخلط.
كنظن هاد المقادير متوفرة في اي بيت، ما تعجزوش وجربوها، راه اكيد غتعجبكم. صافي دابا غنوضع البيض البيض على جناب، وناخد سنيده نضيفها على صفرة البيض، الدقيق، والزبده، الحليب، نص كاس ديال الحامض المعصور، سيترون بطبيعه الحال باش ما يكونش مر، نص كاس ديال الماء بارد باش نهرسو ديك لاسيديتي ديال الحامض. ساشيت الفاني غنخليها مع البيض البيض. غنضيف دابا ساشيت الخماره حمراء، والمعلقه اللي قلنا ديال المايزينا، ودزاز ديال سيترون. نطحنوا هاد العناصر ونتلاقاو ان شاء الله. الخليط ديالنا ها هو من بعد ما وجد، غنوضعو في واحد البول يكون كبير شويه، وندوزو باش نطربو البيض البيض ديالنا من بعد ما نضيفو عليه ساشي ديال الفاني. نطربوه مزيان حتى يولي بحال لانيش باش تحيد منو هذيك الزفوره. ها هو وجد لينا البيض البيض، هانتوما شفتو كي تيجي. دابا غنضيفو على الخليط الاول، ونبقاو كنحركو بهذه الطريقه بشوي بشوي، نحاول ندخلو البيض البيض باش نسجم مع داك الخليط الاولاني بلا ما نهرسو بيض البيض باش جينا لا كريم خفيفه. نبقاو هكا كندورو على شكل دائري حتى تنسجم العناصر كامله. الخليط ديالنا ها هو كيولا، غادي ناخذ العجينه ديالنا، سرحتها بالمدلك وضعتها في المقلة ديال وجدة ديك الثقيله الكبيره، من بعد ما دهنتها بالزبده بطبيعه الحال ورشيتها بالدقيق، سرحت العجينه ودرتها فيها، ما كنحتاجوش نتقبوها ما والو. كنضيف عليها هذاك الخليط اللي صابنا ديال لاكريم ديالنا. الفران شعلته على 180 درجه، مده الطهي تقريبا ساعه الا ربع. لاطاخ ديالنا ها هي وجدات، غندخلوها الفران ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما طابت لاطاخ هذا هو الشكل ديالها. خديت انايا زوقتها بسكر كلاصي، حطيت هاد البلاستيكه ودردرت فوقها السكر كلاصي، تزين على حسب الذوق. ها هو الشكل اللي عطاني، وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاخ ديالنا. كنتمنى تجربوها ان شاء الله، راه اكيد غادي تعجبكم. المذاق ديالها رائع، سورتو المحبين سيترون. بالصحه والراحه، وكنقول لكم الى اللقاء.